سي رشيد. لان دابا كما قال السي نفع دفع الكلمه قال لك راه العرس دايز مزيان ولكن خاص حتى واحد ما يخرج وفي نفسه شيء من حد. تفضل. علاش غادي حنا نخرجوا لا كما قلت دابا نقولوا اللي عندنا نخرجوا نقولوا خوت ما عندنا مشكل انا لست لا مرشح ما عندي لا لائحه لا ولكن في ندوه صحفيه قدم فيها السيد امين دور لائحته مرشحه انذاك لتنافس لائحه اللي غادي تخرج اللي سوبون صحفيين صحفيين معروفين في اكادير طرح سؤالا في بدايه الندوه الصحفيه وقال له غدا سيزور او سياتي هنا ورئيس جامعه الى اكادير سيرئيس ماجستير اكادير وسيكون هو سيقترح عليكم لقاء لتدويب الخلافات باش تكون لائحه واحده الى اخره. الجواب من السي بطاح ومن السي دور قالوا لا هادشي ما كاينش حنا ما خلصناش. علاش انا كنهضر هاد الهضره هادي؟ راه يا عباد الله الديمقراطيه ما كاين ما احسن منها ولا لائحتان ولا ثلاثه ما كاين ما احسن منهم. علاش كنهضر على التوافق؟ يعني اصعب ما تبنى في هذا البلاد هو نديروا التوافق. لا خاص يكون مكتب ومعارضه باش ذاك المكتب المعارضه ما غاديش تحيد من الصلاحيات ولكن كتدفعوا باش ما ينعش كيعرف بان عنده معارضه في البرلمان اللي هو المنخرط. انتم شنو درتوا دابا؟ قلتوا ديروا لائحه باش ما تبقاش معارضه وهذيك هو المصيبه ديال هذا المكتب انه ما فيش معارضه. كل شيء قال سي عبد الله يقول لي سي عبد الله بو القاسم قال لك اسيد السي فارس باش تسمع الله يجازيك بخير علاش دخلوا فاضي يجي يكون منخرط يجي يكون منخرط وحتى هو يجي ويدير لك ديالو بصحته ويفرض علينا ويجيب لنا ليكيب اللي بغا علاش بالضروره حنا نتسنى واحد يجي هو خارج مع السي راه عنده مسؤوليات كبيره ديال البلاد راه رئيس حكومه اش جابوا الحسنيه اكادير حسن اكادير فعندنا منخرطين ديالو اللي بغا يدخل الحسنيه يدخل باش 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 يناضل باش انه تكون الى الافضل وما كاينش شي واحد راه يقول لي بانه راه هو ضد الحسنيه كلنا باغيين مصاحبه عزيز ولكن لي زانسترومون الوسائل باش اللي كنستخدموها راه سمحوا لي اي يعني سا اونغاج لي جون ما كنهضرش على الناس اللي هنا لان هنا كنشوفوا شواغ كنتناقشوا بيناتنا ولكن واحد اخر على برا ما عندوش حق يهضر ويقول لك